ضيفنا النهارده هو واحد من اهم لعيبه خط الوسط في مصر. بدأ في الاسماعيلي ومنه للاسيوطي، وبعدها مسيره كبيره جدا من التألق ما بتنتهيش لحد ما بقى واحد من اهم لعيبه منتخب مصر. بس النهارده هنطلع بره الملعب والتمرين ونوريكم حياه لعيب الكوره بره الكلام ده عامله ازاي. قناة الأهلي بكل مكان، برحب بيكم حلقة جديدة ومعايا نجم من نجوم منتخب مصر ونجم من نجوم نادي طلاع الجيش، معايا كابتن مهند لاشين. برحب بيك طبعا في البداية يا كابتن، عامل ايه؟ طبعاً. كويس؟ نور النادي بقى. ربنا يخليك. كله تمام؟ انت كويس؟ الحمد لله. انا وانت طيب، رمضان كريم. انت طيبة ورمضان كريم عليك وعلى المشاهدين وعلى مصر كلها. انا مبسوطه انك معايا النهارده يا كابتن. طبعا هنتكلم في حاجات كتير قوي تخص رمضان والاجواء الرمضانيه بشكل عام، ولكن في البدايه حابه اعرف منك رايك في الموسم ده لنادي طلائع الجيش. والله هو الموسم بدا صعب شويه، لكن طبعا انا برحب بيك الاول وعارف ان الحلقه ان شاء الله تطلع كويسه باذن الله، يعني ان شاء الله ربنا يعدي على خير. فانا لا، الموسم بدا صعب شويه. يعني كنا طبعا تغيير الاجهزه الفنيه هنا بيبقى الموضوع صعب شويه، لكن بدانا شويه مع كابتن ياسيني بعدم توفيق. كنا بنادي كويس جدا وموجودين ودايما كويسين في الملعب، لكن طيب طبعا التوفيق وعدم التوفيق بيفرق في ان الكره بتدخل ما بتدخلش الحاجات دي يعني. فكان بيقابلنا سوء توفيق غريب، مع ان قبل كده كابتن ياسيني هو اللي كان بيفوقنا. لا، جه كابتن طارق العشري يعني مدرب كبير، ودي تاني ولايه ليه معانا. الحمد لله الامور بدات تتظبط ومش غريب علينا الكابتن طارق، وكان اختيار موفق لان هو اكتر حد عارف اللعيبه ويقدر يلم الموضوع ويلم اللعيبه، وده الحمد لله بالفعل اللي حصل. يعني انت شايف الموسم ده فيه سوء توفيق؟ اه في البدايه، لكن الحمد لله قدرنا نتدارك الموضوع ده بدري، وقدرنا ندخل في مود الدوري بدري. هو شويه بس عشان خاطر يعني بطوله، لسه اخدين بطوله السوبر مثلا، خدنا البطوله، فطبعا شويه بيحصل عدم تركيز او حاجه بتحصل في التيم ككل، ان انت لسه محقق بطوله او حاجه، فالموضوع بيبقى شويه محتاج وقت. بس لما بدانا الدوري ولقينا الموضوع بتتسحب مننا، لا بدانا نفوق وبدانا نرجع يعني نركز تاني في الملعب اكتر. خلينا نرجع شويه بقى ورا لبداياتك. بدايتك كانت صعبه جدا يعني. يعني انا وانا بذاكر الحلقه دي لقيت ان بداياتك طبعا كانت شفت فيها هنقول صعوبات على ما توصل طبعا لمكان. كلمني بقى عن تفاصيل الحاجات دي، وكمان عايز اعرف منك اهم المحطات اللي وقفت عندها، مثلا قلت الفقره دي او الحته دي كده غيرت فيا. والله لا، هي البدايات صعبه جدا يعني. الواحد انا من ناشئين النادي الاسماعيلي، 11 او 12 سنه في النادي الاسماعيلي، تعبت. مين اول واحد اكتشف ان انت تبقى لعيب كوره؟ قال لك لازم تروح تعمل اختبارات لعيبه كوره؟ والله ابن خالتي ووالدي. ابن خالتك ووالدك. دول كنت انا برضو بقى يعني مقضيها بقى زي اي طفل صغير بالكوره، واخد الكوره واجري فبدا يحس ان الموضوع عندي مختلف عن باقي الاطفال اللي موجودين يعني. بس لكن لو في بداياتي بقى مع النادي، لا البدايات كانت صعبه، وبدايات كانت يعني كان الموضوع صعب جدا. كان الموضوع صعب جدا من كل حاجه بقى، ماديا كان صعب طبعا لان اسماعيليه بعيد عننا كشرقيه. ماديا كان الموضوع صعب. كان الموضوع بالنسبه انك تبقى من بره اسماعيليه وعايز تدخل تيم في مدينه زي اسماعيليه، اسماعيليه مليانه لعيب الكوره، فانك تدخل بقى وسط الناس دي وعايز تحط رجلك وتبقى من مهم لعيب مهم في فرقتك، كان الموضوع بيبقى صعب جدا. لكن 11 سنه الحمد لله موجود في النادي، قابلت صعوبات كتير، قابلت مشاكل كتير قوي في النادي. يعني ايه المشاكل؟ كتير كتير يعني. كل سنه كان بيحصل مشكله في موضوع القيد مع مهند لاشين بالذات، ان هو انا من بره البلد، فالموضوع كان بيبقى صعب. يقول لك يعني فكره ان انت كنت بتروح وتيجي يعني فمسافه، فنسينك يعني. لا مش فكره نسينك، فكره ان هو مهند لاشين مش من اسماعيليه، هو شويه بيبقى في ناس بتفكر بالطريقه دي يعني. مش كلهم، وده الدليل ان انا كملت، لكن في ناس كانت بتفكر بطريقه ان هو من بره اسماعيليه فابن اسماعيليه اولى والكلام ده. فدي كانت عامله لنا مشكله احنا الناس اللي بره.
لكن ماديا طبعا الموضوع كان صعب، لان انت وبعيد عن ماديا كمان كان مجهود كبير جدا، ان يبقى تمرينك تروح 8 وتيجي. الصبح. اه بالظبط، ما طب كانش ما في كانش حاجه، في إقامة لا لا مثلا؟ ما كانش، هو اخر سنه او اتنين او سنتين ثلاثه اللي كان في اقامه، لكن اول 7 سنين انت كل يوم رايح الصبح انت ووالدك الساعه 4 الفجر، بتركب 4 5 مواصلات عشان تبقى في اسماعيليه الساعه 8 الصبح، فبتطلع من البيت الساعه 2 3 بالليل، فالموضوع كان فعلا صعب وكان صعب مجهد. ومتعب اه بالظبط بدنيا كمان. بالظبط، وطول الوقت بقى مطلوب منك تبقى كويس في الملعب عشان تقدر تكمل، لو وحش اه هتمشي. طبعا هتمشي. اه فلا الموضوع كان صعب وصعب جدا في اسماعيليه، ولكن حتى في اخر فتره ليا في الاسماعيليه انا ماشي قبل الكتب باسبوع، قبل الكتب ما يقفل باسبوع، ف يعني من البدايه للنهايه الموضوع كان صعب جدا في الاسماعيليه. من نادي اسماعيلي الاسيوطي ومن بيراميدز لنادي طلائع الجيش، انت كمهند عايز ايه؟ والله بس اقول لك على حاجه، انا رقم واحد بالنسبه لي ان انا اكون بلعب كوره، لان دي الحاجه اللي احنا بنتمتع بيها واللي الواحد بيحبها. بالاسماعيلي مشان قبل الكود باسبوع، رحت انديه كتير، يعني الكلام ده ما قلتوش قبل كده، انا رحت بلديه المحله وطنطا ورفضوني، ما نزلونيش الملعب اصلا، يعني رحت لهم عايز البلديه كانت انت درجه اللي تانية، رحت يعني؟ انا اللي رحت، انا اللي بعرض نفسي عليهم، قال لك لا سنك صغير ومش عايزين مش محتاجين لعيب. طنطا كانت في الدوري الممتاز والبلديه كانت في الدرجه الثانيه، والناديين رفضوني، يعني قال لك مش هتنزل الملعب اصلا. جه بقى الاسيوطي ورحت الاسيوطي، والحمد لله كان اختيار موفق وصعدنا وعملت موسم كويس في في الدوري الممتاز. بعد كده بقينا بيراميدز، فسبب مشاني من بيراميدز ان انا عايز العب برضه، لان انا خلاص لعبت في الاسيوطي سنه واتنين والحمد لله كنت تحت الضوء، والناس شايفه ان في لعيب كويس جاي في الطريق اسمه مهند لاشين، فبعد كده ما ينفعش اقعد. فلما قعدت في بيراميدز الموضوع بالنسبه لي كان صعب جدا، يعني انا مش من اللعيبه اللي عايزه تاخد فلوسي وتبقى قاعده، يعني اه انت عايز تشارك. اه بالظبط، عايز طموح اي لعيب اه طبعا. بالظبط حاطط لنفسك ليفل معين عايز توصل له، عايز توصل منتخب مصر، عايز تشارك في بطولات مع المنتخب، عايز تلعب في انديه كبيره زي النادي الاهلي زي النادي الزمالك، انديه كبيره عايز تلعب فيها طبعا. وتحقق معاهم بطولات. فده الطموح اللي كان موجود، فما كنتش قابل فكره ان ابقى قاعد او سامح لنفسي ان انا استسلم لفكره الواقع ان انت لعيب بديل. ده كان سبب من اسباب ان انا هنا في الجيش، والحمد لله كان اختيار برضه موفق، وده تالت موسم ليا معاهم الحمد لله، قدرت يعني جزء كبير من اللي انا بتمناه حصل يعني في النادي. بس انت شايف ان اكتر فترة تألقت فيها هي الاسيوطي؟ هي السنه بتاعت الاسيوطي، لان دي اللي تقدمتني للدوري الممتاز بقى، يعني لاعب صغير في السن محدش يعرفه بقى موجود في الدوري الممتاز، الناس بتتكلم عليه بصوره كويسه، الناس بقت واخده بالها ان في ديفندر موجود في الدوري في فرقه لسه صاعده لاعب كويس، فدي كانت البدايات طبعا، فالبدايات بتفرق، لو بتقدم نفسك للناس بصوره كويسه الموضوع بيفرق يعني. فالحمد لله كنت موفق ان انا ظهرت للناس بصوره كويسه. طيب في عروض كبيرة طبعا من نوادي كبيرة جدا اتعرضت عليك. هو بص هقول لك على حاجة، هي الفكرة ان انا دايما يعني انا اسمي مرتبط شوية دايما بنادي الزمالك، وفترة من الفترات ارتبط اسمي بالنادي الاهلي، وفعلا قعدت مع مسؤولين في النادي الاهلي، لكن دايما بيحصل حاجات يعني خارج عن ايدي او ايد او ايد الـ يعني مثلا ادارة النادي الاهلي او الزمالك. نادي الزمالك بقاله فترة كبيرة وفعلا يعني كان في كلام كتير، لكن برضو وطبعا ده شرف ليا يعني، الناديين يفكروا فيك، ده دي حاجه كبيره، وانك تلعب لناديين كبار زي النادي الاهلي والزمالك ده شرف طبعا كبير طبعا. طبعا لكن الموضوع كان بيتوقف على حاجات بسيطه، يعني مثلا عايزين مهند لاشين وهو في الاسيوطي، فخلاص مهند لاشين شبه خد قرار ان شاء الله انه رايح في اتجاه معين، تمام. جيت بقى هنا الجيش برضو في كلام من عروض كتير موجوده الحمد لله، لكن برضو فتره انك الفرقه محتاجاك والفرقه بتمشي كويس او لا دي بتفرق برضو في انك تمشي، ما فيش نادي هيمشي لعيب محتاجه، فبتبقى انت شويه المؤثر في الفرقه، فما تقدرش تمشي في وقت معين، لكن ان شاء الله الفتره الجايه ربنا المستعان يعني يكون في حاجه كويسه. بما اننا فتحنا طبعا ملف النادي الاهلي، شايف مشاركه النادي الاهلي لكاس العالم للانديه المره الثانيه زي على التوالي، والله رايك كده وجهه نظرك يعني؟ دي حاجه كبيره طبعا، يعني هو النادي الاهلي نادي كبير وده طبيعي، يعني انا زي ما قلت لك النادي الاهلي والزمالك افضل ناديين في افريقيا، فافضل ناديين في افريقيا ده الطبيعي منهم، وده اللي المفروض ايه اللي دايما بيميز متعودين. النوادي دي عن غيرها في مصر ولا بره؟ لا في مصر طبعا.
لا هو بص، الناديين بالنسبه لي يعني، وبرضه بيراميدز دلوقتي ماشي في الطريق ده، او فيوتشر كمان ماشي في الطريق ده، في انديه برضه بدات فيوتشر نادي تاخد. قوي جدا حاليا. بالظبط، يعني الناديين بداوا ياخدوا الاهلي والزمالك بعتبرهم مثلا قدوه ليهم، لان هم دلوقتي قدوه للانديه المصريه كلها. اللي بيميزهم انا بشوف ان هم عندهم سيستم ماشيين بيه، يعني يعني غير اي نادي تاني. دايما عندهم استقرار فني، دايما عندهم استقرار اداري، دايما عندهم دعم جماهيري، دايما عندهم جماهير ما بترفض الخساره، عن دايما عندهم جمهور لو خدوا بطوله النهارده عايزين ناخد بكره بطوله جديده، ما فيش حاجه اسمها بطوله وخلصت. فده دي كلها دوافع ودي كلها حوافز بتخلي اللاعب دايما اللي بيلعب في نادي الاهلي او كمنظومه محطوطه، مش عايز اقول تحت ضغط، محطوطه تحت تاثير ان احنا عايزين نحقق حاجه. مسؤوليه يعني. بالظبط، طول الوقت تحت ان هم عايزين نحقق حاجه ترضي الجمهور. فده بعتبر ده اللي مميزهم يعني. من وجهة نظرك شايف ان ليه كيروش مثلا استبعدك من مباراتين مصر والسنغال؟ بصي، هو مش هو انا يعني الموضوع مش عندي، مش كنت ما عنديش، متوقع اسمك ينزل في القائمة؟ هو انا كنت متوقع لان انا لاعب اخر بطولتين مع المنتخب. بالظبط، ما كنت متوقع انك تشوف اسمك في القائمة. بالظبط، بس برضو يعني الموضوع لان حصل برضو الاصابة اللي جات لي قبل التجمع بيومين، دي اللي كنت في المباراة الاخيرة وجات لي اصابة، طلعت في الدقيقة 70، وقبلها كان برضو عندي كورونا فالمواضيع جت كام اصابه ورا بعض، كانت بعداني شويه عن الملعب، قعدت تقريبا حوالي 15 يوم او حاجه. وهو من طبعه يعني، انا دي مش معلومه عندي، بس انا بقول لك الاصابه كانت سبب، ده رقم واحد. وهو من طبع مستر كرويش ان هو ما بيديش لعيب في نسبه شك. انا يعني انا بقى يعني انا قعدت معاه في معسكرات كتير بقى، بطوله العرب وافريقيا، لو لعيب عنده شك هو بيخاف على اللعيبه. فانا بعتقد يعني بعيد عن الاصابه، هو كمان ممكن يكون حاطط دي في حسبانه، لان هو ما بياخدش لعيب مش جاهز او عنده اصابه ممكن تعطله. يعني شايف ان ده السبب، خصوصا ان دكتور المنتخب كان على تواصل معايا، وفعلا كنت عنده قبل القايمه ما تتقال بيوم، كنت مع دكتور المنتخب وكان بيشوف رجلي، وفعلا كان الموضوع محتاج وقت شويه، فده اللي كان السبب يعني. كلنا طبعا عارفين مشهد ضياع ضربه الجزاء في النهائي، قول لي احساسك وقتها، قول لي احساسك وقتها، ويعني كميه المصريين اللي قاعده بتتفرج عليك. يعني انا عايز اقول للناس بس الفكره، يعني زعل الناس طبعا رقم واحد بالنسبه لك، قبل زعل الناس انت عليك حلم انت عايز تحققه. انا بالظبط. مش يعني انا الناس لما بتبقى زعلانه، انت لو زعلان عشان خاطر بينالتي ضاع كان هيفرحك، لا انا زعلان عشان بينالتي ضاع كان هيفرحني وهيفرح بيتي وكان هيحطني في ليفل ان انا معايا بطوله افريقيا. طبعا انت مع احترامي يعني الجمهور طبعا هو الداعم الرئيسي، وهو يعني هو رقم واحد في المنظومه الرياضيه كلها، الجمهور. ان هو انا بشوف ان الجمهور اهم عضو في المنظومه بتاعتنا كرياضه. طبعا. لكن يعني انت كانت فرحتك فتره وهتبقى فرحت ان خدنا مصر خدت التمن، لكن انا فرحتي ان انا بطل افريقيا، انا هفضل طول عمري عايش ان انا بطل افريقيا، فدي كانت حاجه هتحسب لي اكتر منها، فحزني انا كان ضعف حزنك بكتير قوي. ان شاء الله يا كابتن. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل تاني مع حضراتكم. حضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، مكملين مع كابتن مهند لاشين. برحب بيك مرة تانية يا كابتن، قولي بقى يعني الأجواء الرمضانية بتاعتك، بتعمل إيه في رمضان؟ والله رمضان المرة دي جاي صعب قوي يعني، كابتن طارق ما شاء الله حدث لنا برنامج كله بالليل يعني، فمش مدينا فرصة خالص. ما هو خالص لازم بالليل يعني، أنت من اللعيبة اللي أنا بتحب تلعب وأنت صايم؟ بالظبط. لا وانت صعب عشان يبقى عندك وقت بقى بالليل صلاة التراويح، وهيبقى عندك وقت، وبعدين احنا بناكل مثلا وبنتبسط يعني، ناكل بقى ونقعد نرتاح شويه. انت بتاكل ايه في رمضان؟ بصراحه محشي وبط اول يوم، ده محشي لازم، معروفه كل المصريين مصر كلها محشي وبط. ما ينفعش ناكل غير محشي وبط. لكن خلاص بقى ما عادش فيه بقى، هنقضيها تمر بقى الفتره الجايه. الكابتن طارق ما شاء الله عاملين تمرين الساعه 9، فما فيش وقت تاكل بقى وتنزل تمرين، نقضيها سحور بقى السنه دي. طيب من قبل بقى التمرين وقبل الفطار بتعمل ايه؟ اول ما بتصحى كده؟ لا هو الموضوع يعني مش عايز بقى زي الناس اللي بتقول لك بصلي واقعد اقرا قران طول الوقت ده، كده كده موجود طبعا بشكل اساسي. علاقتك ايه بالسوشيال ميديا؟ والله لا انا مش يعني انا مش من هواة الميديا بقى، وطول الوقت موجود وطول الوقت بتكلم وكده، قليل لما بظهر يعني. ليه قليل لما بتظهر؟ ما بشوفش ان هي يعني، بشوف ان هي بتاخد شويه من تركيز اللعيب يعني. يعني بشوف امثله قدامك بس طبعا مش هقول اسامي، لكن اغلب اللعيبه اللي او الرياضيين اللي بيركزوا في حته الميديا قوي بيبقى بياخد شويه من تركيزهم في الملعب. بيسمع قصدك يعني؟
ما هو اصلا عايز اقول لك على حاجه، اللي بيركز في الميديا اكيد بيسمع للناس وبيشوف الرأي وبيشوف الكلام ده، فما اه بس ممكن بشكل ايجابي يعني، بشوف علشان لو في مشكلة اصلحها. ما فيش مشكله، بس انت هتقابل ردود فعل الناس دي في الواقع يعني، في وانت ماشي على رجلك هتشوف الناس بتقول رأيها ايه، وهتسمع آراء الناس وهتسمع وهتتكلم معاهم، وده هيبقى يعني بتهيألي هيكون افضل. لان انت برضو خد بالك الميديا برضو ما بقتش داعم قوي على قد ما هي حاجه بتكسر شويه في حاجة الناس. بتأذي يعني. اه بالظبط، وما بقتش كمان كلها ناس عندها الوعي الكافي ان هم يتكلموا ويقولوا، فاهم؟ قليلين اللي عندهم اراء فعلا تتسمع. حاجه مهمه انك تبقى مرتبط بالناس، لكن مش حاجه مهمه يعني الدوري شغاله ابقى انا مركز في الميديا او كل شويه على الميديا، لا مش شايف حاجه دي مش كويسه يعني. طيب شايف الفترة الأخيرة السوشيال ميديا ساهمت في انتشار أجواء رمضان ولا لأ؟ اه طبعا، بس خدت مننا برضو يعني رمضان، يعني لو جينا نفكر في رمضان، رمضان كان قبل كده أحسن كان احسن بالنسبة لي. بكتير طبعا، كان دايما في لمة كده وفي بيت وفي إيه اللي صحاب بيوحشك في رمضان اللي فات عن دلوقتي؟ والله لو من سنين بقى، بس الكلام ده انا يعني الخماسي بقى قبل رمضان والحاجات اللي قبل السحور، خماسي والحاجات دي طبعا اجواء طبعا الواحد افتقدتها. مفتقدها طبعا، لان هو مش في البلد عندي، فطبعا اكيد مفتقد المواضيع دي، لكن يعني هي دي الحاجات اللي الواحد يتمنى ان هي ترجع تاني طبعا. والميديا خدت من حاجات كتير يعني، طيب بتضيع علينا وقت كتير قوي في رمضان يعني. طب في رمضان بتحب تخرج اكتر ولا تقعد في البيت؟ لا لا، في البيت في اكتر. البيت. اه في البيت اكتر، لان هو مش يعني الواحد ما خلاص تمرين بقى بالليل، والكابتن طارق ما شاء الله عاملين لنا تمرين بالليل، اه انت ازاي؟ فهتتعب بالليل، هتروح تتسحر وتنام، تصحى مفرهد في رمضان وتجهز عشان تمرين، ربنا يهدي ويغير المعاد. اعمل ايه؟ انت بتوصل له رساله غير مباشره يا كابتن انا طارق، انا غير ما معاد اقدرش التمرين اعدل على الكابتن وانا طارق، اللي بس فيه مش المواعيد مبسوط. يعني المواعيد في مواعيد عزمه جدا. طيب انت صريح يا كابتن؟ اه جدا، بشكل عام صريح؟ اه جدا على حسب، جدا. اه جدا بس على حسب يعني، مش لا لدرجه ان انا لا يعني مش خبر. جدا على حسب بقى، يا جدا يا لا، مش صريح. والله يعني صريح، ربنا يستر. طيب في الفقره دي هسألك أسئلة وهتجاوبني عليها كلها بمنتهى الشفافية والصراحة. ماشي. بصراحة لو المدير الفني قرر وجودك في الاحتياطي لمدة موسم كامل هتوافق ولا لأ؟ بصي، هي عايزة إجابة صريحة؟ طبعا. هوافق لو أنا حاسس إن اللي بيلعب أحسن مني، ودي يعني مش ودي نادرا لما لعيب بيحسها، لأنه دايما انتوا في بصي الأغلب حاسين إن انتوا أحسن حاجة. ده طبيعي، وانا لو ما غيرتش على مكاني وحسيت ان انا احسن من اللعيب اللي بيلعب يبقى انا عندي مشكله، يبقى انا قابل ان ابقى رقم اتنين، ودي في حد ذاتها دي حاجه تنقصك ما تزودكش. لكن في الاول في الاخر اقبل او لا، مثلا ممكن ابقى راجع من اصابه حد ركب مكاني، ساعتها لازم تقبل ان هي لا انا الكوره بتكلم لو انت عامل اللي انا عليك جاهز وهو وجاهز جاهز، وكمان ما اقبلش، ما تقبلش. ما عنديش انا يعني ما عنديش ثقافه ان اقعد غير لو حد اجمد مني او حد راكب انا رايح عليه، دي حاجه تانية يعني، رايح على لعيب راكب اوريدي في مكانه وماشي كويس وماشي ما فيش مشكله، حتى لو انا رايح الحمد لله لعيب واقف على رجلي، بس اللي قدامي سابق وراكب بستنى انا دوري، ده طبيعي في الكوره. لكن انا وهو مع بعض وانا وهو واقفين على رجلينا، لا ما اقعدش لحد ان شاء الله يعني. لو هتختار حاجه تغيرها في شخصيتك هتكون ايه؟ حاجه في شخصيتي، وانا عندي مشكله ان انا باجي على نفسي يعني، حتى مع النادي باجي على ممكن ابقى مصاب والعب، عندي مشكله حتى باجي على نفسي عشان بره لا يعني. بس مصاب وتلعب دي احنا كلنا في شغلنا بيبقى الموضوع انه احنا عايزين نتواجد او بنخاف على شغلنا. انا عايز ابقى مصاب والعب مع المنتخب، لكن في مدير فني يخاف عليك طبيعي، ومدير دي حاجه لا، دي حاجه مش بتيجي على نفسك، دي فرصه. ما انا بقول لك، بس في مدير فني ممكن يجي عليك ومدير فني لا، في اوقات انت بتبقى في الكوره ولاعيبه الكوره تبقى عارفه الحاجات دي، بتبقى في الكوره راكب والدنيا ماشيه كويس، بس في وقت انت بتبقى تعبان محتاج الراحه دي ما بتعرفش تاخدها، فاهمه؟ فهو عموما فكره ان انا اجي على نفسي عشان حاجه دي عندي انا مبذر فيها قوي، فدي اتمنى ان انا اعرف احد منها شويه لان انا مبذر قوي في الموضوع ده. بصراحه امتى اخر مره عيطت؟ بطوله افريقيا بسبب كوره. انا ما بعيطش غير بسبب الكوره اصلا، ما بتعيطش في العادي؟ لا يعني انا عموما ما بعيطش، لكن هو الكوره هي اللي بتتحكم في المود يعني. سيدينا نروح فاصل سريع ونرجع نكمل محاضراتكم مرة تانية. مشاهدينا رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، هنكمل بقى فقرة الصراحة. بصراحة لو وصل لك كلام
ان حد في فريقك بيتكلم عليك من ورا ظهرك كلام مش كويس، هتروح تواجهه ولا هتتجاهل؟ لا بتجاهل، عشان حصلت في الفرقه في التيم هنا واتجاهلته. انت مش من النوع اللي بتواجه؟ لا مش فكره اواجه خلاص، انا يعني انت بتبقى قريب مني وبتتكلم خلاص، ما تلزمنيش بقى خلاص، خد كتف بقى، كتف قانوني بقى، خليك جنبي، خد جنبي بقى مني. بس مش بتروح طيب تتاكد هو قال كده ولا لا؟ لا بتاكد الاول، وبعدين ولما بتاكد خد كتف بقى وريح شويه واقعد بقى اسند ظهرك بقى، فاهم الموضوع كده؟ المره الجايه اسند ظهرك واتفرج عشان ما اغلطش فيك. صراحه مدرب كان نفسك تتدرب معاه وما تدربتش معاه؟ مصري؟ اه هو انا اتمرنت مع مدربين كتير قوي مصريين كويسين جدا، اتمرنت مع كابتن طارق، كابتن ياسين، كابتن علي ماهر، كابتن حسام حسن. مع اني ما لعبتش مع كابتن حسام بس استفدت منه كتير. بس ممكن كابتن ايهاب جلال، كل اللاعيبه اللي لعبت معاه اتكلموا ان كابتن ايهاب جلال مدرب، كابتن ايهاب جلال عالمي طبعا. بالظبط يعني طبعا بعيد عن شغله يعني اللي واضح طبعا، لكن اللعيبه نفسها بتتكلم ان هم نفسيا حتى بيتحققوا بيبقوا مرتاحين معاه. فنفسي طبعا. الفقره دي هسالك اسئله سريعه وهتجاوبني عليها، هتكون اجاباتك من اللعيبه المحليه. افضل مدرب في مصر حاليا بالنتائج؟ بنتائج مصري كابتن ايهاب جلال. من وجهة نظرك مين احسن لعيب بيعرف يلبس؟ يلبس ستايله بيعجبك؟ لا كتير. هنقول اسم لعيب. اقول لك اسم لعيب انا، بسام. بسام بيعجبك؟ يعني على الهادي كده زي كده بس. طيب مين اكتر لعيب شايف ان دمه خفيف؟ احمد سمير. عندنا مين من اللعيبه عصبي جدا ممكن يتصرف تصرف جنوني؟ ممكن يعمل هو كارثة. مش عصبي، هو ايده تقيله. عمرو السلية ايده تقيله قوي يعني. ايده تقيله تقيله يعني. هو جربتها شكل؟ جربتها كتير طول المعسكرين بتضرب مني. انا ما بعملش حاجه غير اني بتضرب من عمرو السلية. ليه؟ هو ما تفهميش، هو عايز يضربني. ما تفهميش، ما عملتلوش حاجه. لسه مستفز بالنسبه لي. مش عارف هو وحشني يا مهند. ايه يا عم في ايه؟ السلية. طيب مين بيحب يسمع اغاني باوضه اللبس بصوت عالي؟ ممكن جباسكي. مين اسرع واحد في الملعب حاليا في مصر؟ معرفش، ممكن كريم طارق جون. احسن واحد بيعرف يتكلم في الانترفيوز؟ انت محمد بسام. هو فعلا متكلم جدا. حاجه تفرح ما شاء الله، حاجه تفرح فعلا. اكتر واحد كاريزما؟ كاريزما اكيد مش خالد سطوحي. ده اي حد غير خالد سطوح يا كابتن؟ ما هو خالد سطوح يعني اكيد مش خالد، اكيد اهو بتغلط لوحدك لانه محترم خالد. كاريزما ممكن اقول لك انا سلي. كاريزما. اخر فقره معايا النهارده، الفقره دي هسالك اسئله عامه عنك. تمام. وبعدين هتكلم حد قريب منك تساله نفس الاسئله ونشوف اجاباته مطابقه لاجاباتك ولا لا. تمام. لو مش لعيب كوره هتكون ايه؟ مهندس، عشان انا اصلا المفروض مهندس. مهندس بس مهندس مسيح. ايه؟ مهندس مساحه، بس مش فاكر حاجه في المساحه. هتساله مهندس وخلاص. انا اخد مساحه بس مش فاكر حاجه في المساحه. انا خدتها عشان الناس بتحبني. ايه الاكله اللي مش بتحبها خالص مستحيل تاكلها؟ اكلتين، سوشي ده مستحيل، والقلقاس. والقلقاس. اكتر حاجه ممكن تعصبك؟ اكتر، لا الاستفزاز. الاستفزاز؟ لا انا بتجنن. بتتجنن ازاي بقى؟ يعني ما احبش حد يستفزني وياخد يدي معايا ان هو يسحبني في سكه ان اغلط. لا هغلط بقى قبل ما تستفزني. هنجز كده، هنجز معاك. مين مثلك الاعلى من اللعيبه؟ مصريين قلت قبل كده، الكابتن حسام غالي وكابتن حسني عبد ربه الاول، وبعدين الكابتن حسام غالي. انا اتربيت وكابتن حسني قدامي قدوتي يعني. بره مصر دلوقتي جورجينهو وبوسكيتس. ريال مدريد ولا برشلونه؟ ريال مدريد طبعا. طبعا خدنا أربعة بس طبعا. من فترة كبيرة واخدين أربعة بس من برشلونة بس طبعا. لو هتفتح محل أكلة هتفتح محل إيه؟ مصر كلها بتاكل سوري، ممكن أفتح سوري. مين بيغلبك في البلاي ستيشن؟ لا ما بخسرش. ما بتخسرش؟ آه. أول حد بتكلمه لما تكون مخنوق؟ أول حد بكلمه لما أكون مخنوق بنتي. بنتك؟ بتكلمها؟ هي لسه ما بتعرفش تتكلم قوي بس يعني بتلغيني. بتخليك احسن يعني. بتروق عليا كده. اتفضل يا كابتن. هتتصل دلوقتي حالا بحد قريب منك وتحطه سبيكر وتساله نفس الاسئله دي بالظبط عن نفسك، يعني تسال الاسئله عن نفسك. عن نفسي؟ هتكلم مين الاول؟ اتكلم هو احنا في اسامي اخويا. اخوك؟ اه يا رب يعرف يجاوب بس. مش هيجاوب حاجه.
اجاوب اي حاجه. بقاله فتره من بعيد عني ماشي. اما كانت تحطوا سبيكر بس. من كتر ما احنا ده رد كنت عايز اقطع ده رد للاسف ما لحقتش ارد. ايه يا حبيبي ايه الاخبار؟ ايه يا هندسه عامل ايه؟ كله تمام. ايه الاخبار؟ طمن عليك. الحمد لله كله تمام الحمد لله. والله يعني هسالك كام سؤال كده وشوف الدنيا فيها ايه. المفروض انك عارفني يعني. المفروض ماشي. اسال كده ربنا يسهل. طيب بص يا حبيبي، انا لو مش لعيب كوره هبقى ايه؟ انت رجل اعمال ان شاء الله. رجل اعمال. رجل اعمال. لا الاعمال كتير. انت شايف ان في اعمال يعني؟ انت شايف ان في اي حاجه؟ انا رجل بس مستني الاعمال. ماشي. ايه الاكله اللي ما بحبهاش ومستحيل اكلها؟ القلقاس، الكوسه. الله ينور عليك. اخويا اخوك قوي. اكتر حاجه ممكن تعصبني؟ اكتر حاجه، هو في حاجات كتير بتعصبك اصلا. انت ماشي تعصب. ايه بقى زي ايه مثلا بسرعه؟ اكتر حاجه ممكن تعصبك يعني ان انت مثلا لو شفت حد ممكن يظلم حد قدامك ولا كده، ممكن ممكن انت اللي تظلمه. شفتي؟ شو بقول لك رمضان كريم علينا. رمضان كريم قوي. مين مثل الاعلى من اللعيبه؟ في مصر ولا بره مصر؟ في مصر. في مصر كابتن حسام غالي، كابتن حسن عبد ربه. يا سلام اجابه نموذجيه. ربنا محرمني منك. ريال مدريد ولا برشلونه يا مهند؟ ريال مدريد. لو هفتح محل اكل هفتح محل ايه؟ تفتح محل اسماك. اسماك؟ ها بيكسب كويس المهم. يعني عشان ابقى عارف بس مين اللي بيغلبني في البلاي ستيشن؟ حد بيغلبني في البلاي ستيشن؟ ها انت تغزيش من اولها. ما افتكرش ان حد غلبك في البلاي ستيشن والله. لا أنا اصلا انا لا انا مش طبيعي. لا لا يبقى كده خلاص نصدق بقى. لا ربنا ما يحرمني منك. بعد الحلقه في مكالمه بين. اول حد بكلمه لما اكون مخنوق؟ ها ركز بقى في الاجابه دي. انت بتكلمني دايما. انت ومين؟ لكن ممكن اللي بيتكلموا قبلي ممكن المدام عندك ووالدتي. ده بقول لك ايه اقفل. انت ليه اديت ده؟ ليه ده كتف؟ ده كتف جامد قوي. ده ليه ده مش موجود؟ ده ليه ده انت بتكلمها سواء انت زعلان او مش زعلان بتتفاعل بيها قبل الماتشات، زمايلك بيتصلوا عليها ويكلموها قبل الماتشات بيتفاعلوا بيها. لكن مش مربوط موضوع ده ليه ده بانك انت تبقى غضبان يعني ولا كده. ان شاء الله بعد الحلقه هكلمك تاني. ان شاء الله حبيبي. تسلم لي. ماشي يا كابتن، مع السلامه. عارف ان انا في حلقه قال مع السلامه اخوي. ضلي نورتني يا كابتن. نورتني. وانا يعني سعيد طبعا ان انا كنت معاكم، ورمضان كريم عليكم، وان شاء الله رمضان يعني تكونوا مبسوطين بقى، والايام اللي فاتت كده تكونوا يعني قضيتوها بخير وبسلام كده. وكنت مبسوط ان انا معاكي وطبعا على قناه النادي الاهلي، وربنا يعني يوفقنا كده في اللي جاي ان شاء الله. مشاهدينا كده تكون خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم في حلقات جايه كتير ان شاء الله.